يعني نور، مثل ما بنعرف خلال الأزمات اللي عم نمر فيها عم بيكون دائما للعمل التطوعي وللشباب السوريين فرصة كتير كبيرة لحتى هنن يمدوا إيد العون. يمكن بوقت فيروس كورونا كتير من الأشخاص بأغلب المحافظات السورية كانوا عم يتعرضوا لتفاقم الحالات وما يقدروا يمكن يأمنوا الوسائل الأساسية للتنفس من جرات أكسجين أو غيره. بهذا الوقت قدرت تكون شهيق زفير هي المنفس لهم عبر تقديم أسطوانات الأكسجين وغيرها من المساعدات الطبية اللي تقدمت بفترة الذروة الماضية من فيروس كورونا، وما زالت المبادرة مستمرة. رح نتعرف أكثر عليها مع مؤسس المبادرة الأستاذ منتصر كيالي. أهلا وسهلا فيك وميت السلامة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. مثل ما ذكرت زميلتي سلمى، يمكن كثير من المبادرات والفعاليات خلال 10 سنوات من الأزمة فاجأنا الشباب السوري بهي الأنشطة والعمل التطوعي، وفعلا هو كان شهيق زفير لاستمرار الحياة الاجتماعية اليوم. خلينا نحكي عن مبادرتكم، كيف بلشت، كيف انوجدت، لأنه مع كل أزمة أو مع كل يمكن حادث بيمر على البلد دائما في فكرة من إنتاج وتدبير العقول الشابة اليوم. أول شيء صباح الخير، شكرا للإخبارية السورية. شهيق زفير هي حس وطني، حس إنساني بالوضع اللي حالي، الوضع اللي حالي كان البلد اللي صاير فيه موضوع كورونا كوفيد 19. حسب ما بتعرفوا انتم اني اللي صار في عندنا، نحن عندنا كان في عندنا ضعف بالمشافي او ضعف بالمشافي الخاصه، فكان ما عندهم قدره استيعابيه للقصه هي. فاجى شهيق زفير قيمه مضافه للعمل الانساني عشان نكمل نحن بعض الحالات الانسانيه. وبلشنا نحن حسب ما بتعرفوا انتم المشافي عندنا تقريبا عندنا 40 مشفى تقريبا بحلب، كل مشفى عنده منفسين، فهذا الشيء لا يعني يعتبر غير كافي لاني يغطي هذا الموضوع. جائحة كورونا كان كبير على البلد، كان كبيره. تمام. طيب استاذ منتصر، خلينا نحكي اكثر المبادره كيف تشكلت. يعني شفنا صفحه لكم على مواقع التواصل الاجتماعي، خليت عمل من خلال اتصالات وتشبيك مع الناس. خلينا نشرح اكثر كيف كانت هاي المبادره عم تشتغل على الارض. شهير زفير بلشت بخمس اسوانات بشكل يعني متواضع. بلشنا بشكل خمس اسوانات وعم نبدا المداوره، يعني نعطي اسوانه لحدا يشفى منها وناخذها نعطيها بمره ثانيه. بلشنا بحيث اني كان عندنا نحن هلا وصلنا لحدود شيء 45 اسوانه، ومستمرين نحن بعملنا لاني حسب بتعرفي انت الناس بحاجه، كثير بحاجه للقصه هي كثير جدا جدا. رغم الظروف اللي صايره هي موجوده على البلد، اني كان في عندنا حظر صحي وعندنا حظر كذا كذا الى اخره، فحاولنا نعمل شيء، نحن نقدم شيء للناس بطريقه انسانيه. نعم. تمام. طيب خلينا نتابع مع حضرتك ومع المشاهدين الجهود اللي قمتوا فيها لإيصال أسطوانات الأكسجين، كيف كانت العمل، ردة فعل الناس، وكيف فعلا أثرتوا. خلونا نتابع مع بعض. نحن سمعنا بمبادرة شهيق وزفير، وعنا كان مصاب ما قدرنا نأمن له جرة أكسجين لأنه للأسف الشديد الجرة ضاعف سعرها مرتين خلال هاي الفترة، وأيضا ضاعف سعر المادة اللي بقلبها، يعني تعبايتها كمان ضاعفت مرة ثانية وصار الحصول عليها كتير صعب. اتصلنا بهدول الشباب اللي عاملين مبادرة شهيق وزفير وأمنونا أسطوانة أكسجين، والحمد لله رب العالمين، يعني المريض تبعنا تماثل للشفاء.
يعني مثل ما تابعنا مشاهد، ولكن خلينا نعرف منك تفاصيل أكثر اليوم لحتى نكون داعمين في كثير يمكن تفاصيل الناس ما بتعرفها عن آلية العمل، كيف بتوصل جرعة الأكسجين، كيف الناس بتقدر تتواصل معكم. نحكي شوي عن هاي الخلية، كيف كنتوا عم تشتغلوا؟ هلا ما بخفيك بصراحة عندك وسائل التواصل الاجتماعي هي كثير منتشرة بصراحة. فنحن بلشنا بصفحتنا على الفيس شهير وزفير، وعندنا رابط هاشتاج شهير وزفير، وعندنا ارقام كان خاصه موجوده بالتواصل مع الناس المحتاجه للاسوانات. وبلشنا بطريقه كثير بسيطه وكثير طبيعيه جدا 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 يعني. والشيء الاهم نوعا ما اني نحن وقت حدا بيتصل فينا طبعا نتاكد انه هو الشخص هذا اكيد يعني مريض، هو محتاج، فبيعطينا تقرير طبي، اني تقرير طبي وصوره هويه شخصيه نتاكد الحاله. فعلا نحن اطباء بتاكدوا من الحاله، بتاكدوا من الوضع الصحي، وعلى اثرها نحن متواصل مع شخص ونودي له اسوانته. الاسوانه نحن بنقدمها اول شيء بشكل مجاني، توصيل مجاني مستمره لحين الشفاء. والحمد لله تمثلت عندنا بحدود شيء 70 حاله شفاء لحد الان تقريبا. هذا الشيء بنقول نحن بنقول يعني الحمد لله، يعني شيء عدد نوعا ما شيء ايجابي نوعا ما. طبعا الفريق الطبي الموجود عندنا، نحن عندنا لا يقرب بحدود شيء 10 اطباء بالاضافه للصيادله، بالاضافه للمرشدين النفسيين، لان المرشد النفسي كثير ضروري موضوع الدعم النفسي، الدعم النفسي للمريض هو اساسا يعني. يعني عم نحاول نحن نعمل شيء معين. طبعا شهي وزفير ما توقف بس عن مريض كورونا، هذا اللي كنت اسالك عنه استاذ منتصر، انتم توسعتوا بالدائره يعني ما اختصرت فقط بما يخص مريض فيروس كورونا، تماماً. حاولت تكونوا موجودين لاي شخص مريض محتاج بنطاق اوسع. تماما. هلا مثل ما تفضلتي شهي وزفير مو بس هي موضوع اني موضوع كورونا كوفيد 19، لا، اذا في حدا محتاج عمل جراحي، حدا عنده مرض كانسر، مريض عيني، مريض قلبي، فنحن دوما داعمين للقصه هي. طبعا ضمن اشراف طبي معين، ضمن تقارير اثباتيه انه تثبت الحاله الموجوده فيها طبعا. تمام. وثاني شيء والاهم، نحن في حال نحن خلاص المريض شفي، عندنا نحن فريق تعقيم كامل، يعني مثلا بخلص المريض تم متابعين مع المريض يعني. تماما، متابعه مستمره. طبعا وفي حال نحن المريض حكينا معه، نحن في شكل اسبوعي بنحكي معه، في عندنا تقرير دوري على الوضع الطبي للمريض، متواصل معه، بنحكي معه شو ايش في عنده، مثلا ايش في عنده شيء ثغرات، ايش في عنده شيء ايجابيات، حتى بنقدم ادويه مجانيه، بنقدم نحن تحاليل مجانيه للمريض، تصوير نص مجاني، وبالاضافه لمواد التعقيم بقدمها للمريض وبقدمها لبقيه القطاعات. يعني طبعا كميه هي الخير الحلوه والتعاون وراها مجهود كثير كبير، يعني اليوم ما حدا بيخفي انه القطاع الاجتماعي الانساني التطوعي هو مجال كثير داعم، بس بنفس الوقت كمان بده دعم. تمام. نحكي عن التشبيك بينكم بين المبادرات الاخرى وجهات اللي كانت عم تتبرع لكم، يمكن عرفنا حتى في اشخاص كانت تتصل لكم تقول لكم انا معي 20,000 بدي اتبرع فيها. تماماً. بدي ساعد. نحكي تماماً. عن هي الحاله. تماما. هي مبادره اهليه محليه بالمجتمع المحلي، مجتمع الحلبي. المجتمع الحلبي بصراحة يعني أنا يعني الفخر إني أقول إن المجتمع الحلبي بلش يعطي بقوة، يعني يخبروني بعض الأحيان متبرعين إني منتصر إحنا عنا أسوانتين ثلاثة، فضل خذوا أنت معنا. في عنا نحن مواد تعقيم إني مثلاً شان تواصل معنا مشان نأخذهم نحن. تواصلنا نحن مع كل القطاعات، تواصلنا مع مؤسسة ساعد أستاذ عصام حبال، تواصلنا مع مدام سرين زريق، تواصلنا مع فريق عقمها، وكانوا فريق طبي كان كيف متواصل معنا لدرجه، حتى وقت نحن كنا بحاجه كان عندنا 5 اسوانات، استاذ عصام اعطانا اسوانتين بعتنا دعم لنا نحن، فهذا الشيء بشكل نوعا ما عمل ايجابي خلينا نسمي جانب الانساني نوعا ما. وهي التشبيك مع المبادرات والجمعيات الاخرى واستمراريه عمل الخير يعني اساسا اللي ربيانين عليه بمجتمعنا الاجتماعي. تمام. عم يتترجم على ارض الواقع خلال هي الفعاليات والنشاطات اللي عم تقوموا فيها. بالختام استاذ منتصر، خلينا نحكي عن خطه عملكم القادمه بالايام المقبله، شو هي؟ شهي وزفير مستمره، شهي الروح، شهي النفس. نحن حاليا ما حنوقف عن شهي وزفير، نحن نكون نحن مبادرين كي مبادرات. نحن اشتغلنا على مبادره دفتر وقلم ضمن المجتمع الحلبي في مناطق المنكوبه، مناطق السكري والكلاسه والى اخره، وعملنا شيء نوعا ما. اشتغلنا على فرحه الطفل، اني فرحه طفل بمناسبه بموضوع لعبه، موضوع مثلا دفتر، موضوع يعني عده فعاليات عم تصير. مستمرين نحن طبعا بحاجه دعم نحن بصراحه، لاني مبادرتنا نحن
45 اسطوانة لا تكفي، خاصة نحن جايين على ما رح أكون إنسان سلبي بس رح أكون أنا بأرض الواقع، جايين نحن على جائحة أقوى نوعا من جائحة كورونا تماما، فبدنا دعم وبدنا يكونوا الناس معنا لأني نحن بنحب حلب، حبينا نعمل القصة هاي. أكيد بدنا نشكرك كثير أستاذ منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير، كل الشكر للشباب والمتطوعين معكم واللي عم بيروحوا بنفسهم يوصلوا ويأشرفوا للأطباء، شكر موصول أيضا للمبادرات الثانية اللي موجودة بحلب، درب حلب، لفريق عقمها بدمشق واللي عم ينتشر بالمحافظات، الدكتورة نسرين زرق، كل حدا عم يقدر خلال هي الفترة أنه هو فعلا يكون داعم للمجتمع ويقدم. شكرا كثير لك. بس في قطعة صغيرة، أنا كل مرة بحكيها هاي بكل مقابلاتي، اتصلت فيني واحدة واحدة اسمها مياسر من السكري، أستاذ منتصر إحنا أنا عندي أعطيك فيه عشان إني ساعد الناس مريض كورونا، تخالي وين ساكني أنت؟ قالت لي بالسكري، قلت شلون عايش؟ قالت لي ما عندي حدا، أنا عندي جمعيات بتساعدني وبعثوا لي ناس من برا مشان كذا هيك. طيب أوكي رح نجي لعندك رح نشوفك، فعلا حضرت لي مبلغ بظرف وتعطيني إياه. فأنا أول مرة بحس حالي بخنق ببكي يعني بصراحة من جوا، حدا يعني ما عنده شيء، ما عنده هي لا عندها معي ولا عندها حدا بدها تشارك بحيث انه يساعد الناس يعني. فطبعا احنا شلنا المبلغ اعطينا اياها وضفناه لمبلغ مبالغ ثانيه واعطيناها قصص شغلات ثانيه، وان شاء الله مستمرين يا رب. هذا اللي بيترجمه المجتمع السوري الكبير خليلي المجتمع خليلي المصغر ان كان تماماً. الدمشقي او الحلبي او المحافظات تماماً. الاخرى تماماً. هو العمل الخير، ويمكن اكثر الناس اللي يمكن اللي ظروفها قاسيه هي بتساهم بعمل تماماً. الخير تماماً. والعمل التطوعي. بدنا نتشكرك بالختام استاذ منتصر، نوجه تحيه لكل فريق العمل لكل الجمعيات اللي فعلا عم تحاول خلال هي الظروف يكون الى دور فعال بالمجتمع مش تماماً. دور تجاري، يعني فعلا تكون عم تساهم وتساعد الناس. شكرا كثير لك. شكرا شكرا لك.